كل سنه وانتم طيبين. بمناسبه الشهر الكريم معاكم النهارده الدكتوره هنادي شيحه مدرسه التغذيه العلاجيه بالمعهد القومي للتغذيه. هكلمكم النهارده عن اهم هي الحلويات الرمضانيه او الحلويات الشرقيه. مفيش حد مننا بيعدي عليه رمضان من غير ما يدور على القطايف والكنافه والبسبوسه والاصناف الحلوه الكتيره دي. مفيش مانع ان احنا ناكل الحاجات دي لان هي فيها قيمه غذائيه كويسه جدا، واحنا ممكن نرفع من قيمتها الغذائيه باضافه بعض المكونات هتبقى كويسه جدا معاها وتبقى طعمها كمان احلى كتير. لو احنا مثلا بنتكلم عن القطايف عشان وزننا ما يزيدش ممكن ناخد 3 قطع من قطعتين لثلاث قطع. هندور على القطايف العصافير الصغيره شويه عشان تبقى اقل في الحجم. هنحاول ان احنا نحشيها بالفاكهه او فاكهه مجففه زي القراصيا والمشمشيه والزبيب والحاجات اللي هي الفاكهه المجففه، تخلي طعمها كويس جدا وفي نفس الوقت قيمتها الغذائيه بتكون اعلى واقل في السعرات. لو اتكلمنا عن مثلا زي الكنافه ممكن نحشيها بالموز او طرنشات الموز او المانجا، دي برضو قيمه غذائيه عاليه زائد ان هي بتبقى محببه قوي للاطفال لان مفيش طفل ما بيحبش الموز او المانجا. لو اتكلمنا عن البسبوسه ممكن ان احنا نعملها من غير قشطه، نحط عليها مكسرات تكون بسيطه، نحاول ان احنا نعملها بدهون اقل واحنا بنعملها بالسكر اقل بحيث ان هي تبقى سعراتها الحراريه اقل. ونحاول ان احنا نتخلى عن العاده ان احنا اكتسبناها في السنين اللي فاتت ان احنا بنجيب من بره اسهل ونجيب من بره ارخص، لان الحاجه في البيت بتكلف كتير، لان الحاجه بره بتكون بتوفر عليا وقت بدل ما انا اقعد اجهز حلويات كمان. لا، الفرق كبير جدا بين الحاجه في البيت والحاجه بره، واكيد هتبقى احسن كتير وهنعمل حاجه اول باول هتكون موجوده عندنا، مش هتكون متعبه لينا خالص. زائد كمان ان انا ممكن استعيد عن الحلويات الشرقيه دي باصناف تانية قريبه قوي الحلويات ومحبوبه كمان عندنا جدا زي المهلبيه. في عندنا صنف زي قمر الدين صنف رمضاني برضه بنعمله عصير، ممكن ان احنا نستعمله كمهلبيه ونحط عليه مكسرات او زبيب وجوزهن. ممكن نعمل صنف زي رز باللبن، مهلبيه اللبن، مهلبيه الكاكاو. كل الاصناف دي قيمتها الغذائيه عاليه جدا واقل في السعرات من الحلويات الشرقيه. كل سنه وانتم طيبين.